ويلفق لهم تهمه ما عندهاش كاع اساس من الصحه باللي حنا سبينا الشرطه لفقونا تهمه. والله هذا اللي كتب والله لا يؤمن بيوم الاخر. كنت يؤمن باليوم الاخر يعرف بلي كاين حساب وعقاب وكاين رب وعند الله تجتمع خصوم. وش بكم العصابه اللي راحت قدمت لنا طاقم من ذهب انكم وحدتوا الشعب الجزائري. ما كان لا ايديولوجيه حبيتوا تستعملوها لا والو. شوف الاسلام دين الدوله، الاسلام دين ماشي ايديولوجيه. الامازيغيه هويه، اللغه العربيه رسميه، وما عندكم ما تفرقونا احنا كاع خواه وبيدينا رسالة للنخبة. أنا ما كررتش ما كررتش بكم إذا كان الاختلاف تاعكم تبا لكم. راح نقول لكم واحد حاجة قاسية بزاف اليوم. إلا أنتم النخبة ما فهمتوش وماش نهضر على نفسي. إلا محمد تجديد كل مرة يدوه للسجن والناس واحد أخرين يدوهم للسجن وأنتم ما حبيتوش تفهموا. والفاتورة يخلصوها المناضلين. المناضلين هما اللي يخلصوا الفاتورة. المناضلين يخلصوا الفاتوره وانتم ما حبيتوش تفهموا. انتم راكم تزيدوا في النفس تاع النظام، النظام راكم تزيدوا له في العمر ديالو. انا نوجه الرساله للميدانيين كاع، الميدانيين لازم تتحدوا. ما كان لا نخبه لا يديك لا يجيبك. من الاخر النخبه اللي ما تفهمش باش يخرجوا. النخبه انتم مش تبنوا دوله. النخبه نحشاشه تاع شوا ما ديروهاش بالراكه تاع الكسب. والله ما تبنوها وما تسقموها. ونقول لك احنا الحاجه اللي نحمدوا عليها ربي اليوم هذا من جايا، هذا من واسير، ورا خونا من جيجل. هذا خونا مشرف. وش راني نشوف اليوم؟ أن الشعب الجزائري توحد ولا عائلة واحدة. مك قبايلي، الساوي، جيجلي، بوسعادي، شلفي، رانا كاع اليوم رانا كاع هنايا. وشوف ما تخلعوناش بالسجن. ليه السجن تاعكم راح يزيد؟ لأنه راح يزيد لنا عزيمة. السجن تاعكم راح يزيد لنا عزيمة. وربي يبارك فيكم والله يحفظكم خالص.